هو الراجل الاستاذ يوسف اثار نقطه مهمه جدا جدا جدا، اللي هو يقول يعني انتوا يا متشيعين ويا شيعه انتوا بتاكلوا بمكيالين، انتوا مره تجيبوا كلام البخاري ومره ترفضوا كلام البخاري. طب ما هو البخاري اللي قال فاطمه خير نساء العالمين هو مدح ابو بكر برضه، اشمعنا انتم بتاخدوا الاحاديث دي وترفضوا الاحاديث دي؟ اقول له ده سؤال من راجل عبقري فعلا عاوز يفهم. نقول له يا سيدي الفاضل، اولا هذا الكتاب كتاب من يسمون نفسهم اهل السنه والجماعه وانا باحاججهم، فلما اجي احاججهم عشان اقيم لهم الحجه اللي عندهم فلازم اجيب حديث من عنده هو عشان اقنعه هو، لانه لو جبت له كلام الامام الصادق ابن فاطمه بنت محمد قال كان امير المؤمنين اماما، من انكر ذلك كمن انكر معرفه الله ومعرفه رسوله، يعني كافر. والامام الصادق قال لا يسع الناس الا معرفتنا، من عرفنا كان مؤمنا ومن أنكرنا كان كافرا، قال كان أمير المؤمنين إماما، من أنكر ذلك كمن أنكر معرفة الله ومعرفة رسوله. دي الأحاديث اللي عندنا، هل أقدر ألزم حضرتك بيها؟ هترفضها، فأنا بجيب أحاديث من عند حضرتك. طب لما الحديث يجي يمدح أبو بكر وعمر برفضه ليه؟ هقول لك ده منهجنا على طول، أن الحديث إذا جاء في البخاري أو إذا جاء في الكافي الشريف أو إذا جاء في بحار الأنوار العلامة المجلسي رضوان الله عليه بل سلام الله عليه ويخالف القرآن، أئمتنا قالوا لنا ورسول الله على قمتهم قالوا لنا إذا خالف قولنا القرآن فلم نقله. فلما نجد أن القرآن يذم في جل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، يا أستاذنا ده في سورة الأحزاب ربنا قال لك عنوانهم، عنوان باللغة الألمانية اسمه دي أتغسة، العنوان بتاعهم ربنا حطه في سورة الأحزاب، ربنا قال ولو دخلت عليهم من أقطارها، من أقطارها يعني من أطرافها، يعني ربنا قال لك العنوان بتاع المنافقين. فلما نجد ان رسول الله صلى الله عليه واله يمدح في ابو بكر ويمدح في عمر ويمدح في طلحه ويمدح في الزبير، ولاقي الرسول صلى الله عليه واله بيقول ايه النفاق بغض علي، ولاقي طلحه والزبير وعائشه خرجوا على علي وحاربوه، مفيش اكتر من كده بغض، فلا بد احكم بنفاقهم. فاذا احس ان المساله فيها لعب. اللعب جه منين؟ من معاويه، لما معاويه جه ينكر الأحاديث على مكانة أهل البيت فقعد يسب أمير المؤمنين. وأنا استغربت جدا من ابن القيم في زاد المعاد بيقول لك كان علي كان معاوية يبايع على البراءة من أمير المؤمنين، ما قالش إن ابن القيم قال ما قالش لأنه نصاب مدلس وهم طالعين له،